صباح الخير، أنا أستاذة رياضيات معكم ولا دهني. اليوم نحكي شيء كتير حلو بدخل بالفن والجمال ومميز عن بقية الدروس اللي كنا ناخدها. منلاقي دائما في مثلا سجادات أو في الأرضيات أو في الجوامع في زخرفات كتير حلوة ورسومات رائعة ومثيرة للنظر. طبعا هون تدخل الرياضيات في الناحية الجمالية ليعرف العامل كيف يرسم هالزخرفة بطريقة حلوة ومتناسقة من جميع جهاتها. في عندي أنا بوسط غرفة الضيوف البلاط عامل رسمة كتير حلوة، عاملة بطريقة متناسقة من جميع جهاتها. خلينا نشوفها سوا ونحكي فيها. لاحظ في هذا الشكل المسمن الخارجي اللي هو بتكون من 8 اضلاع، يقبل انه النقطة الاو اللي هي بعتبرها النقطة البيضة اللي بالمركز له مركز تناظر له. طبعا ليش مركز تناظر له؟ لانه اذا اخذت اي رأس من رؤوسه وليكن هاي النقطة اللي بشير عليها، حيكون لها نظير لها في الطرف الثاني اللي هي هاي، تمام؟ وهذا الرأس بشكل مع الرأس المناظر له قطعة مستقيمة بتمر من مركز التناظر. ننتقل للشكل الثاني اللي هو المربع. رؤوسه الأربعة كمان منلاقيها متناظرة بالنسبة للنقطة O أو النقطة البيضة. مثلا هاي النقطة نظيرتها النقطة هاي، تمام؟ هنلاقي إنه في قطعة مستقيمة بهالطريقة رسمتها واصلة بين الرأسين وبتمر من المركز. حتى المربع الثاني يلي هو هاد، هذا المربع كمان بيقبل إنه النقطة O تكون مركز تناظر لإله. وفي عنا كمان هذا الشكل النجمة البيضة والنجمة الداخلية، كمان بتقبل إنه تكون أو مركز تناظر إلها. خلينا نأخذ مثلا هاي النقطة نظيرتها بالطرف الثاني هاي النقطة، هنلاقي إنه في خط مستقيم يصل بين الرأس الأول والرأس الثاني وبيمر من مركز التناظر، وبالتالي إنه منعرف كيف نرسم مركز التناظر للشكل إذا كان كل رأس من رؤوسه إله نظير في الطرف الآخر. بعد ما شفنا مع بعض كيف ممكن أشكال تشكل مركز تناظر لإله في المركز، حنعرض هلأ مجموعة من الأمثلة ونشوف مين من بيناتهم بيشكل تناظر. الشكل الأول، الميزان الأول ما حيكونوا شكله متناظر لأنه ما في دوران حوالين النقطة O. المثال الثاني ما حيكون في تناظر مركزي بسبب لأنه الشكلين دار واحد من بيناتهم حوالين النقطة O فقط 90 درجة. أما المثال الثالث حيكون في تناظر مركزي وبتكون O مركز التناظر لأنه هذا الشكل حقق الشروط الدوران 180 درجة وحافظ على المساحة والطول والزوايا، وبالتالي هون في مركز تناظر او وبيكون شكلين متناظرين. لهون خلص درسنا، ان شاء الله تكون استمتعتوا معي في الدرس. نشوف بعض في الدرس القادم. سلام.